الحقيقه برضو واحده من التكنولوجيز اللي ساعدت على انتشار السي تي بالابلكيشنز بتاعته الكتيره اللي موجوده دلوقتي حاجه بنسميها المالتي سلايس هيليكال سي تي. بدل ما كان عندنا سنجل لاين اوف ديتكتورز بقى عندنا تو دايمنشنال اري، يعني بدل ما يكون عندنا يعني حاجه واحده بس مجموعه سنسورز موجوده بشكل مثلا هي رينج واحده بس من السنسورز موجوده لايننج الفتحه بتاعت السي تي، بقى عندنا تو دايمنشنال اري بالشكل ده كده، ممكن يبقى في عندنا عدد كبير جدا من السلايسز، عدد كبير جدا من الاليمنتس في الدايركشن ده، وبالتالي اقدر اكواير بيها عدد من السلايسز في نفس الوقت. يعني مثلا دلوقتي بقينا نسمع ان في عندنا يعني مثلا 128 سلايس سي تي. يعني ايه 128 سلايس سي تي؟ يعني معنى كده عندنا 20 صف من الديتكتورز، بدل ما كان عندنا صف واحد في الفورث جنريشن سي تي وفي الفيرست جنريشن من الهيليكال سي تي اللي هو كان سنجل سلايس هيليكال سي تي، بقى عندنا عدد كبير من السنسورز كل واحده فيهم بتجيب لي ايكويشن في سلايس مختلفه، وبالتالي بدل ما كنت باخد يعني هيليكس او باخد سبايرال بيمشي ب1 يعني 1 لاين وخلاص، بقى عندي عدد باخدهم ان بارلل، يعني كل واحده من دول بتمثل سلايد يعني سبايرال مختلف، والسبايرال المختلف ده بعمل له اكوزيشن سيمالتينيسلي مع الاولاني، وبالتالي بقدر اكواير كم كبير جدا من الداتا بطريقه بارلل. وبالتالي انا دلوقتي اقدر ان انا مثلا اقدر اعمل ريكونستراكشن لفوليوم، يعني ممكن مثلا لو عندي عدد السنسورز بتاعي يكفي ان هو يغطي القلب مثلا، ممكن والتيبل موجوده في مكانها اقدر اكواير الفوليوم بتاع القلب كله في وقت واحد واقدر اعرضه ريل تايم، وده طبعا حاجه بتخلي الافشنسي بتاعت الاكوزيشن والابلكيشن بتاعت الاكوزيشن حقيقه بالسي تي يعني ماتش مور يعني فيرساتايل، واقدر ان انا استعمله في تطبيقات كان صعب جدا ان انا استعمله فيها قبل كده. فالمالتي سلايس سبايرال سي تي او هيليكال سي تي هو عباره عن نفس الفكره بتاعت الهيليكال سي تي، بس بدل ما يكون عندي صف واحد من الديتكتورز بقى عندي دلوقتي عدد كبير من الصفوف وكلها بتعمل اكوزيشن في نفس الوقت، وبالتالي بقدر اكواير عدد كبير جدا من السلايسز في وقت واحد، وبالتالي بتسهل عليا جدا او بتحسن جدا الافشنسي بتاعت الاستعمال بتاع الجهاز.